أجل المشاهدين ان امن الجيزة بيعثر على 5 انابيب بوتاجاز معدة للتفجير. احنا عايزين نعرف تفاصيل هذا الخبر. خلينا معانا على التليفون الاستاذ محمود الجرحي مراسل وزارة الداخلية بجريدة الوطن. استاذ محمود صباح الخير. صباح النور يا استاذ. قول لنا تفاصيل هذا الخبر. تفاصيل هذا الخبر زي ما حضرتك كنت بتتكلمي، اجهزة الامن الجيزة جالها بلاغ بالعثور على 4 قنابل بداية صنع معدة للتفجير في منطقة المطبعة شارع الهرم بالطلبية. رجال المفرقعات اتنقلوا فحصوا بالفعل عطلوا مفعولهم. القنابل كانت معدة للتفجير بالقرب من منطقة سكنية، كانت ممكن تسفر عن إصابات أو خسائر في أرواح كتير، إنها كانت شديدة الانفجار. زي ما حضرتك بتقولي القنابل عبارة عن أنابيب ومتوصلة بمواد مشتعلة معدة للتفجير، ولكن الحمد لله الخبراء المفرقعات نجحوا في ابطال مفعولها. طيب ما فيش اي اخبار يعني استاذ محمود يعني عن الاشخاص اللي قاموا بهذا العمل؟ وبعد كل حادثة طبعا هم الفريق المباحث بالجيزة بيتم تشكيل فريق بحث وتحرك بيفحصوا عدد بيشوف بيناقش شهود بيفحصوا عدد المشتبه فيهم، اللي هو محمود فاروق مدير المباحث على طول بيتشكل فريق بحث بيناقش طبعا عايز يوصلوا لاي شاهد رؤيه، مين رمى، مين كان موجود الصبح، شغالين هناك المباحث منتشره في المنطقه لمناقشه عدد من الشهود العيان لمعرفه هويه. طيب استاذ محمود يعني حصلت اي عمليه للتمشيط يعني عشان نشوف اذا كان في يعني قنابل اخرى في المنطقه او اجهزه غريبه في نفس المنطقه؟ زي ما حضرتك بتتكلمي دلوقتي، هو بالفعل الخبراء بتروحوا معاها كلاب البوليسيه والمنشطه المنطقه بالكامل برضو يعني معرفة عما اذا كان موجود في برضو اجسام غريبه او قنابل بدايه الصنع في نفس المنطقه من عدم. بس الى الان تم العثور على اي حاجه تانية ولا لا؟ لا هو الحمد لله تم ابطال مفعول 4 قنابل ولم يتم العثور على اي مواد تانية. طيب يعني ما فيش اي الحمد لله خسائر في الارواح او في ممتلكات او في اي شيء؟ الحمد لله. الحمد لله. طيب استاذ محمود انا بشكرك على مداخلتك معانا وتوضيح هذا الامر. زي ما شفنا ان تم ابطال مفعول القنابل اللي اتواجدت في الطلبيه وجاري تمشيط المنطقه وجاري كمان البحث عن الافراد اللي ممكن يكونوا قاموا بهذا العمل.